الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ جايلكم فيديو جديد النهارده. طيب وصفه كده بعد غياب يعني من الوصفات. قلنا نعمل معاكم حاجه حلوه كده وتغيير عن الاكل كل يوم. هنعمل فطير مشلتت بتاع بقى الفلاحين بقى اللي مليان خير مورق وجميل. نبتدي بقى باذن الله كده. انا معايا هنا هون دقيق اهو. لازم الدقيق نكون نخلينه يعني نكون ننخل الدقيق كويس قوي عشان ما يبقاش فيه شوائب. معايا هنا ميه من الحنفيه عاديه جدا. معايا هنا معلقه سكر، معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره ملح، بس مش اكتر من كده. ده العجين في الاول عشان نعجن بيه. هنقول بسم الله، نقرب بقى الحاجه لينا كده. هنجيب طبق صغير، طبق اهو، وهدوب السكر والملح. لازم نعمل الخطوة دي ان احنا ندوب السكر والملح علشان نضيفهم على الدقيق. طبعا عشان احنا مش هنعجن كتير وما فيهاش تخمير ان احنا مش هنخمرها، احنا بنعجن العجينه ونسيبها ترتاح شويه. هبدأ بقى اجيب الدقيق هنا احط عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي كده الله ونبدأ بقى. احنا قلنا ان الدقيق مش متشابه، يعني ممكن دقيق ياخد كمية مية اقل وممكن دقيق ياخد كمية اكبر، فاحنا الدقيق اللي هنحطه على حسب، قصدي المية اللي هنحطها على حسب الدقيق، يعني بنحط شوية بشوية ونشوف العجينة لغاية ما تبقى طرية معانا. هبدأ بقى ان انا اعجن كده. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ببركة اسماء الله. لا اله الا الله. هبدأ بقى اخد كده بردك شوية. طبعا انتوا بتعملوا كمية الدقيق اللي انتوا عايزينها على حسب مثلا الاسرة عددها قد ايه، عايزين كمية قد ايه، فانتي كل دي يعني الحاجة دي مرجوعة ليكي. عايزة تعملي فطيرة واحدة، عايزة تعملي فطيرتين، دي على حسب رغبتك وعلى حسب احتياجك. الفلاحين بقى دايما بيعملوا ليله كده بقى، يعني يوم الفطير ده بتلاقي العيله كلها متجمعه وكل واحده عامله لها فطيرتين كبار، ولمرات اخوها ولاخوها ولاختها ومش عارفه مين، بتبقى يوم يعني. نقعد بقى نعجن فيها كده بايدينا. طبعا عجنت فيها كتير. نبدأ بقى نلم العجين كده اهي واقلبها كده اهي.
حلوه جدا، سابت كل الحاجات اللي هنا، ما عادتش ماسكه في الطبق خالص، في البوله اهي شايفين لمت وبقت جميله، ما عادتش مهما اعمل كده ما بتلزقش في الايد. خلاص هي كده، هجيب بقى كيس وافتحه كده واقفلها. واغطيها في فوطه واسيبها ترتاح. احنا مش هنخمرها طبعا لان مفيش خميره فيها، احنا هنسيبها بس العجينه ترتاح من كتر العجن، ونبدا بقى نقطعها ونجيب الزبده بتاعتنا ونشوف. بصوا حبايبي خلاص جبت العجينه اهو، اشيله بقى كده، هو شكله ارتاح خالص، شايفين بقى المطه بتاعته عامله ازاي، ما شاء الله بيمط وجميل قوي. معايا هنا الزبدة والسمنة بتوعي، هاخد بقى كده اهو، طبعا منضفة الرخامة بتاعتي، هبدأ اعمل كور بقى. اهو تقطعي بقى زي ما انت عاوزة حجم الفطيرة بتاعتك. خلي بقدر الامكان الكل قد بعضه. هعمل لكم طريقتين للفرد، هغطي بقيه العجينه عشان ما تنشفش مني، عشان ابقى اوريكم طريقه للفرد كمان هنزلها تحت عشان اوسع على نفسي. هبدا اجيب الاولانيه اللي انا عملتها، انقلهم كده، مش عايزينها تلزق، كل الاماكن تبقى مدهونة علشان انا هفردها في المكان كله، كله يبقى مدهون كده. افرد كده العجينه معايا، مش عايزين نرققها من حته وحته، لا افرد كده الاحراف الاحراف الاحراف. لو اتقطعت من حته مش مشكله خالص، نبدا العجين يلم تاني واحنا بنحطها على بعضها وبنطبقها، فمش هتبان خالص. بصوا بقى انا فردت معاكم كده اهو، في حمايه جديده، اهم حاجه الاطراف بس تبقى ايه مفروده. نفرد نفرد كده اي طرف تخين نلاقيه سمك تخين، ناخده كده ونفرد، مش عايزين حته خالص. اهي فردت معايا، هبدا بقى باخد كده بايديا وبشربها. ابدا بقى اتني كده اهو، واتني الطرف ده كده والطرف ده كده والطرف ده كده، طبقت اهي. ابدا اخد الاطراف دي على قدام كده اهي، واسيبها ترتاح هنا كده، واجيب واحده كمان
ابدا افرد فيها برضو. الزبده بقى اللي بتفردها معايا كده. كل ما افرد كويس هي هتبقى معايا احسن وتبقى مورقه وجميله. باخد كده واسحب كده من تحت تفرد معايا اهي، تفرد كده بقى كده بتمط معايا اهي. طبعا اول واحده ما كانتش ارتاحت كويس عشان كده اتقطعت بسرعه، فاحنا اما بنقطع العجين لازم نسيبه يرتاح برده كويس. انا عايزه بس لنفسي مش عارفه ما شاء الله دي فردت معانا اهي، شايفين مش عايزين احراف تكون ماسكه مع نفسها كده، عايزينها كلها مفروده. نشد ونفرد من جميع الاماكن، شايفين ايديا باينه منها ازاي، معنى كده ان هي رقيقه جدا. شايفين اوريكم من هنا، شوفوا شوفوا رقتها باين الايد من تحتها. ابدا بقى احط لها زبده ابدا بقى فيها كده وافرد الاحراف بتاعتها برده. الاحراف اهم حاجه عشان ما تبينناش الحتت فيها كتل كده اهي. وهات من الناحيه دي كده واحط زبده في كل رقبه، اتنين احط زبده اهو. ابدا بقى الم كده اهي. اسيبها ترتاح واخد غيرها. ابدا بقى اخد من جوه لبره عشان اعرف افرد الاحراف. بتتفرد معايا ما شاء الله بكل سهوله. دي طريقه الفلاحين يا جماعه، اللي هي انت بتطبقيها زي المنديل، اسمها تطبيقه المنديل. بنفردها خالص ونطبقها زي المنديل. خلاف في طريقة تانية اللي هي انت بتعملي الواحدة صغيرة ودنك تحطيهم فوق بعض، دي حاجة ودي حاجة.
بس دي بتطلع مورقة ودي بتطلع مورقة، بس احنا متعودين في الفلاحين يعني بيعملوا كده، فانا اتعلمتها بقى. او عندنا حاجات من اللي هي بقى جاموسة وبقرة وكده، لا بابا طول عمره موظف، بالنسبة لنا الحاجات دي ما نعرفهاش، فبتعلمها زيكم يعني. بس هما عيشتهم حلوة جدا، بيبقى عندهم خير دايما على طول. شايفين عشان رقيقة بتعمل فقاعات ازاي جميلة. هبدأ كده احط دوا اتنين اهو، افرد بقى كده شوية ولم. اهي سيبها ترتاح، هعمل اللي فاضله دي بقى وارجع لكم علشان مطولش عليكم. جبت هنا صينيه صغيره اهي، هاخد واحده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واحطها وابدا افرد كده. دي لو انت عاوزه تعمليها الحجم الصغير اهو، انا دهنتها زبده وهدهن وشها بردك اهو، هسيبها بردك ترتاح على جنب شويه، واجيب بردك دي دهنتها زبده اهي، هاخد اللي انا عملتها دي برضك، لما اسيبها ترتاح هتفرد اكتر من كده، مش عاوزه ان انا ابوظها الا لما ترتاح شويه، هسيبها برضو ترتاح. دي بقى احطهم على بعض، وابدأ اجيب بقى صينية زي دي اهي، احط فيها الزبدة وبردك هسيبها ترتاح عشان اعرف افردها في الصينية. هاجي بقى هنا اقطع بقى صور صغيرة، هعمل بقى الطريقة التانية بتاعت الفرد. نحاول نخلي ايدينا برضو قد بعض، برضو هغطي العجين كده عشان انا مش عاوزة ازحم حواليا المكان،
بتجيب اول واحده عملتها زي ما احنا اتفقنا، بناخد عشان العجين يرتاح. متفقين ان اول واحدة بتعمل كده علشان ما ارتاحتش كويس. اهي فردت معايا، هبدأ بقى ان انا اعملها نفس الحكاية. هسيبها كده في جنب، هاخد اللي بعدها. التانية فردناها الواحدة وبتطبق كام تطبيقة وخلاص، وبتبقى دي الفطيرة. لكن الفطيرة هنا هنعملها دوائر، كل واحدة هنفردها فردة. ونبدأ بقى نطبقها. نسيبها حبايبي. انا عملت اهون، معلش بقى الفيديو في حتة قطعت منه ومش عارفة راحت في المونتاج، بس مش عارفة يعني. هو انا كنت اللي هو الحجم الصغير ده جزأته جزئين او ثلاثة وعملت واحدة، فكنت بدخل الثلاثة في بعض. فمعايا اهو شايفين عامل ازاي، لونه جميل ومن ورا اهو كم واحدة يعني اهو. فرخه كده واحدة واحدة، طبعا بنعمله مع الجبنة القديمة، بس انا طبعا الجبنة القديمة اللي هي الفلاحي اللي بتبقى بتاعت البلاص مش عندي، فجبت جبنة قديمة من البيضة. عسل اسود اهو، طبعا اهي شايفينها جميلة ازاي. وعملت معاكم اللي هي الاولى الكبيره اللي انا قلت لكم عليها اهي، شايفين منظرها عامل ازاي، تحفه بصراحه. ومن ورا شوفوا التسويه بتاعتها جميله جدا اهي، شايفين بقى مقرمشه ازاي. عايزه اوريكم بس التوريقه، مورق مورق من جوه جدا ومقرمش قوي، شايفين. افتح لكم بقى واحدة من الصغيرة، شايفين مورق ازاي. طبعا سخن جدا اهو، سخن قوي يعني، شايفين التورقة بتاعته جميلة جدا وتحفة صراحة. مع العسل بقى والجبنة
القديمة بيبقى تحفة. ادي العسل وادي الجبنة، والجبنة القديمة بقى بتبقى احلى من الجبنة دي كمان. والروايح الحلوة في البيت. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. مع السلامة. فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.